النهارده وزاره الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان اعلن انه تم توقيع اتفاقيه كبرى ما بين وزاره الاسكان والدوله المصريه وما بين احدى كبريات الشركات الصينيه شركات المقاولات والاعمار في الصين لمشروعين. المشروع الاول هو انشاء 6 مباني حكوميه جديده، والمشروع الثاني هو مدينه اولمبيه رياضيه كبيره. المشروعين دول هيتعملوا فين؟ في العاصمة الإدارية الجديدة. وانتوا عارفين انه الاسبوع اللي فات كان تم توقيع اتفاقية كمان مع احدى الشركات الصينية علشان عمل مدينة على غرار والت ديزني، مدينة العاب ترفيهية كبيرة، هيتعملوا فين؟ في العاصمة الإدارية الجديدة. حلو؟ حلو. السؤال المهم بقى يا سادة، مع وجود الخريطة اللي انتوا شايفينها دي، خريطة ايه؟ العاصمة الإدارية الجديدة. طيب صلوا على رسول الله، حلو ان يبقى عندنا والت ديزني في مصر، وحلو يبقى عندنا مدينة اولمبية كبيرة رياضية، وحلو يبقى عندنا المباني الحكومية، بس هو السؤال المهم، هي فين العاصمة الادارية الجديدة؟ مين اللي هيعملها؟ ما هو المشاريع دي مشاريع جوه المشروع الكبير. فين بقى المشروع الكبير؟ مفروض انه بعد مؤتمر مارس بتاع الاستثمار اللي حصل في 2015 لو تفتكروا في شرم الشيخ المؤتمر العالمي، تم الاعلان على ان في العاصمة الادارية الجديدة، وتم الاتفاق ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الاستثمار ووزارة الاسكان وكذا، وما بين العبار رجل الاعمال الاماراتي الكبير صاحب شركة اعمار، صح؟ حلو. وبعدين حصل خلافات فمشي العبار، وقلنا ان احنا بالمشروع قائم وهيمشي بخلاف العبار، يعني هنعمله مع مستثمرين اخرين سواء اجانب او خليجه او مصريين وبتاع، بس المشروع قائم. بس حتى اللحظه دي محدش قال لنا مين اللي هيعمل المشروع، هيبتدي امتى المشروع، هيتنفذ ازاي المشروع، هيتمول ازاي المشروع، هيخلص امتى المشروع، عشان نبتدي نسكن في المشروع الحاجات الحلوه اللي احنا بنتفق عليها. يعني انا شايف ان احنا بنشتري الكرافطه وبنشتري المنديل وبنشتري الزرار الذهب وبنشتري الكافلينجز، بس لسه ما اشتريناش البدله. هو فين الضابط؟ يعني احنا ليه بس مفيش نوع من انواع التواصل ما بلاش كلمه شفافيه دي عشان بتجيب لي حساسيه بعد عنكم، بس فكره المصارحه. يعني يا دوله المشروع فيه مشكله، موضوع الخلاف اللي حصل ما بين العبار ولع في المشروع، قولوا لنا خلاص مش عيب، عملنا اتفاقات وعملنا ديل ومشينا في مشوار باظ، معلش يا جماعه باظ لان الاختلافات حصلت ما بيننا وبين العبار، وهنرجع نشوف قصه تانية. لكن الفكره انه بنسمع تصريحات من العبار ومن شركه اعمار، وبنسمع تصريحات من شركات خليجيه، وبنسمع تصريحات من رجال الاعمال، والحكومه بتاعتنا سكمم بكمم سكمم بكمم على راي الليمبي. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ طب قولوا لنا، طيب المشروعات اللي انتوا متوقعها لازم تفضحونا مع الجانب الصيني؟ ما هو الصينيين على فكره، انا قلت لكم الاسبوع اللي فات لما كان الرئيس الصيني هنا، قلت لكم الناس دي ما بتحرقش بنزين، الناس دي ما بتجيش تضيع وقت، الفيمتو ثانيه عندهم بفلوس، ولما بيجي يقول لي مصلحتي ومصلحتك، فلوسك طلع فلوسك عشان اديك فلوسي. احنا بقى ايه بقى؟ احنا ايه؟ احنا عندنا كل 19 مليون فيمتو ثانيه بيروحوا هبا، لان احنا للاسف الشديد ما بنهتمش بقيمه الوقت، وما عندناش مشكله ان احنا نعمل بروتوكولات وتروح، ايه المشكله؟ ونقعد ونعزم ناس ونسافر وفلوس تروح وبدل سفر واستضافه وحفلات وعشوات وبتاع وراحت. انا عايز السيد مصطفى مدبولي وزير الاسكان، زملائي بيحاولوا يكلموه دلوقتي وللاسف مش عارفين يوصلوا له او ما بيردش، مش عارف يعني، يقول لنا فين المشروع؟ الاتفاقات اللي بتعملوها دي على ايه؟ يعني هتتعمل فين؟ مش معقولة نعمل مدينة أولمبية في الصحراء، مفيش مرافق ومفيش بنية أساسية ومفيش صرف صحي ومفيش خدمات ومفيش جناين ومفيش مواصلات ومفيش رصف طرق ومفيش فين ال يا اخوانا، سيبكوا احنا مع بعض بنشيل فضايح بعض، لكن ما تفضحوناش مع الصينيين، هيجرس فضيحة البطار يوم طلوع على المعاش مع الصينيين، ما بيهزروش، ولو اديتهم بومبة مش هتشوفوا الصينيين تاني، لان هم كده يقولك انا بجربك، اتلسعت منك شكرا، هروح للي بتاع المصلحه بتاع بيزنس بتاع جد،
فانا ارجو ان الحكومه المصريه تطلع للمره الاولى والاخيره بمنتهى الاحترام كده وتقول لنا تفاصيل العاصمه الاداريه الجديده في ولا مفيش؟ مين اللي هيعمله؟ هنعمله احنا ولا العبار؟ عاملين بس فيه شد وجذب كده لكن في النهايه العبار هو اللي هيعمله. قولوا لنا ايه اللي بيحصل؟ لكن توقيعات توقيعات وبروتوكولات بروتوكولات وكل واحد بقى عمال يبني اوهامه. وانا كنت قاعد مع عيالي امبارح قالوا لي خد لنا والنبي حاجه على البحر في العاصمه الاداريه الجديده. ما خلاص بقى كل واحد بيحلم. فين العاصمه الاداريه الجديده يا ساده؟ مين؟ فين؟